بفريق ايش؟ العمالقة. يلا رحب فيهم. نرحب بفريق العمالقة. حمالقة يلا. يلا يا العمالقة تعال اجلس. يلا يلا اجلس هنا. يوفر جهده ويخلينا. انا اصلا انا بروح اشتري من البقاله واجي. ها تمام يلا يا شيخ. يا الحي السعاده، يا الحي يا الحي. من ممكن يساعدني؟ يا اخي ازعجتني، ايش تبغى يا اخي؟ فيه هذا في برنامج اسمه حي السعاده، وفيه واحد اسمه عبد القاسم، ابغى اروح له، ابغى نسجل في البرنامج انا وولدي. انت ولدك ولدك يمكن ايه، بس انت شايب وهو بعد اعمى، كيف تبغى يسجلوا لك؟ يا الله، يعني ما يقبلوني؟ وانا اقول لك امشي امشي تعال معي. تعرف بيته اهم شيء؟ اي عارفه. يا الله وش السالفه؟ امشي امشي امشي. وش ذا الطريق الجديد؟ امشي امشي. هو نقل بيته. امشي خخخخ. هذا بيت. دخلناه؟ ايه. يا للحي، يا للدار، يا للبيت. غريبه، وشلون انا دخلت البيت من دون ما حد يفتح لي؟ هلا يا عم. هلا يا مرحبا. بسم الله. هلا يا عم، ايش فيك يا عم؟ انا ابغى واحد اسمها هي. انت جيت البقاله تبغى تشتري اغراض من البقاله؟ لا بدخلك البقاله. تعال بدخل تبغى البقاله. لحظه. ها يا عم، هذا مو بيت عبد القاسم؟ لا يا عم الله يصلحك، مين قال لك هذا بيت عبد القاسم؟ بيت عبد القاسم هناك على اليسار. و انت ايش تبغى ببيت عبد القاسم؟ في واحد تو ولد. ايه انا عبد القاسم يا عم. ايش فيك انت؟ ايش انت عبد القاسم؟ ايه انا عبد القاسم يا عم. كنت قاعد ادور. تعال قهويك. تعال قهوي. لا ما احتاج. دامك موجود ما احتاج نروح. ها ايش فيك يا عم؟ عشان نجلس ونتقهوى ونشوف حاجتك يا عم. ما يحتاج. ترى والله جايب شوكولاتات وحلا، ومعانا اليوم نوره، يعني جايه ضيفه عندنا، جايبين لها شوكولاتات. كثر الله خيرك. بس خلنا القهوه بالله. لازم اقول، بس بقول لك شيء مهم. يا عم كيف اقدر اخدمك؟ امرني. في ولد تو قال لي بودك بيت عبد القاسم. الله يجزاه خير. وداك البقاله؟ ويقول لك عندك عبد القاسم؟ ايه. لا حول ولا قوه. والله معليش يا عم، هذول سكان الحي، في ناس عندنا جدد في هذا الحي ويسووا مشاكل، الله يهديهم ويصلحهم. يا الله الحول. طيب لازم تقولوا له. ايش تبغى يا عم؟ ابغى انا بساعدك. ابغى اقول لك. أيوة. اني ابغى اسجل انا وولدي في برنامج اسمه حي السعاده. ها الله يصلحك يا عم، والله ان والله وجودك عندنا والله شرف لينا، لكن يا عم ما يحتاج. برنامج حي السعاده برنامج للاطفال الصغار الاشبال، وانت يا عم انت روحي بالك تروح على جاويد. على جاويد يا عم، على جاويد جلسة طيبة وقهوة كايفة وعلوم زنعة وسوالف ما تمل منها ما شاء الله تبارك الله. لكن بقول لك يا عم، ايش رايك والله لو حاب انك تسكن عندنا في الحي، والله نتشرف، يعني عارف نخليك عندنا جدة ميمونة. وانت ايش اسمك؟ انا اسمي محمد. لا تكون جد مسفر. ها ما محمد. ايه ما عليه. طيب وش اللي تامر عليه؟ طيب انا ابغى كنت ابي اسجل بس للاسف ما صار يصلح لي، بروح لجاويد ان شاء الله. اي اكيد اكيد. بس لازم تسجلون ولدي. ابشر. ايش اسم ولدك؟ اسمه عبد الرحمن. كمان اسمه زي اسمي. ابشر بسعدك، ولدك باذن الله بنسجله والامور طيبه، وباذن الله بيستانس معنا في حي السعاده. جزاك الله خير. إيه؟ بس خلاص ودني الشارع الرئيسي. تعال ابشر يا عم، ابشر. بسم الله. انتبه الرصيفي. يا سلام الله يقويك يا عم. آمين. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. تعال دقيقه يا عم، دقيقه. تعال ايش السالفه؟ ايش فيك؟ هذا هو يا عم. صح، انا مصعب. سمعني صوته. ما اتكلم. نعم ها انا موجود. هذا هو؟ هذا. تلعب على الرجال الكبير يا مصعب. الله ما تعرف. هدي عليه خلاص. ها؟ هدي عليه. ما تعرف انه ما يجوز، حرام الرجال الكبير في السن وما تدله على الطريق، وتدله على الطريق غلط تلعب على الرجال الكبير. ايش الكلام هذا يا مصعب؟ حرام، هذا رجال كبير المفترض انه احنا نكسب اجر ونساعده. ها؟ الواحد لما يدل اخوه المسلم على الطريق، ولا يدله على خير، ولا يدله على شيء يبغاه، الله بيكون معاه يا مصعب.
وش فيك يا مصعب؟ عليك حركات، انت دائما تكسر شبابيك الجيران وتخرب اشياء ومزارع الحي. خلاص يا مصعب، ايش فيك؟ الله يهديك، كل يوم مشاكل مشاكل مشاكل. ان شاء الله ما عاد اعود. ها؟ ان شاء الله ما عاد اسويها. خلاص، اما تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن اسعى في حاجه اخي خير لي من ان اعتكف في مسجدي شهرا كاملا، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال يبغى بس توصل البيت عبد القاسم، انت تروح تودي البقاله ليش؟ ايش بتخسر لو 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 وصلته وقلت له هذا بيت عبد القاسم؟ حزني. وليس منا من لم يوقر كبيره يا مصعب. والله يا عم انا ما عارف ايش اقول لك، لكن انت عارف الاطفال احيانا الله يهديهم يعني شويه عليهم مشاكل يا عم. فالان مصعب شوف ما شاء الله مسكين الدموع في عينه وحزين صار، فاتوقع انه بيعتذر بيعتذر. يلا سلم عليه. ايه يا اسف عم ما سلم على راسه مسامح. سلم على راسه. ايوه مسامحك مسامحك، بس مرتين لا تعودها ان شاء الله. خلاص خلاص انا مسامحه، بس ودني الشارع الرئيسي. يلا بوديك. لا والله عنك عنك. لا لا انا بوديك. انا وديك يا مصعب. حلفت اكيد عليك، حلفت عليك. يلا خلاص وديه، ولا تسيبك الحركات هذه. ها جزاك الله خير يا ولدي. الله وياك يا عم.